بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا. هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء جاءت بعد قوله جل وعلا: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة: قل لعبادي، قل للناس كافة، قل للمؤمنين والفجار: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، لو أنكم أنتم تملكون خزائن الرحمة لأمسكتم خشية الإنفاق، لمسكتم الأموال وما إلى ذلك خشية أن تذهب بالنفقة، وكان الإنسان من طبعه ومن جبلته كفورا يقتر على نفسه خشية أن يذهب ماله وإن كان كثيرا. فالله جل وعلا يعطي العطاء الجزيل ويغفر الذنب العظيم ويتساهل في حق عباده جل وعلا في حق المؤمنين خاصة، وأما في حق الكفار فلهم العذاب المقيم وإن متعوا في الدنيا بما متعوا به من النعيم والمال والولد وما إلى ذلك، فنعيم الدنيا يزول بسرعة وليس بشيء ولا يقاس عليه نعيم الآخرة ولا يقرب منه. فالله جل وعلا يعطي العطاء الجزيل في الدنيا ويمنع ذلك في الآخرة، فلا يعطي إلا من أطاعه ومن استحق النعيم نعمه، ومن لم يستحق فلا يعطى شيئا. وأما في الدنيا فهو جل وعلا يعطي منها الكافر والمؤمن، والآخرة عند ربك للمتقين. وكان الإنسان قتورا، الإنسان بطبعه يقتر على نفسه ويمنع الأموال وغيرها خشية أن تذهبها النفقة، والله جل وعلا يعطي العطاء الجزيل. نعم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة:
يقول تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: قل لهم يا محمد، لو أنكم أيها الناس تملكون التصرف في خزائن الله لأمسكتم خشية الإنفاق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي الفقر، أي خشية أن تذهبوها، مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبدا، لأن هذا من طباعكم وسجاياكم. ولهذا قال: وكان الإنسان قتورا. قال ابن عباس: وقتادة، أي بخيلا منوعا. قال الله تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أي لو أن لهم نصيبا في ملك الله لما أعطوا أحدا شيئا ولا مقدار نقير. والله تعالى يصف الإنسان من حيث هو: إلا من وفقه الله وهداه. فإن البخل والجزع والهلع صفة له، كما قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز، ويدل هذا على كرمه وجوده وإحسانه. وقد جاء في الصحيحين: يد الله ملآ لا يغيضها نفقة، نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لا يغض ما في يمينه. والله يعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعن عند ذكر أسماء الكفار كأبي جهل؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه ليس باللعان، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، إن كانوا في عذاب فالعذاب عذاب الآخرة أشد، وإن كانوا في نعيم فنعيم الآخرة أعظم وأوفر. ولا يليق بالمسلم أن يسب إلا عند ذكر المنافق أو الكافر، مدحه فلا يمدح، بل لأجل أن يجتنب فعله. إذا كان التحذير من ذلك فنعم، كان يلعنه ويسبه ويخزيه، وإن كان لا فليس بذلك عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: هل يجوز بناء بيت للفقراء من الزكاة؟ لا يا أخي، لا يجوز صرف الزكاة إلا للفقير نفسه، يملكها هو يستعين بها على طاعة الله. فلا يجوز لك أن تبني بزكاتك رباطا للفقراء أو سكنا لهم، لأنك ما أعطيتهم شيئا، والزكاة هي قوت للفقير وطعمة له يستطعمها في تلك الأيام التي يعطيها إياها الغني. يقول: هل يجوز إعطاء البنت المتزوجة وزوجها فقير؟ البنت والولد لا يجوز إعطاهم من الزكاة، وإنما ممكن أن تعطي زوج البنت لأنها لا تلزمك نفقته. وأما البنت فإنها إذا قصرت بها النفقة فيلزمك أن تنفق عليها، وكذا الولد وغيرهم من الورثة فيجب أن تعطيهم من مالك الحر دون الزكاة إذا كانوا في حاجة إلى نفقة.
وأما زوج البنت فلا تلزم نفقته، وهو يجب عليها أن ينفق على زوجته، فعليك أن تعطي زوج البنت من الزكاة وهو يتولى إنفاقها على زوجته وغيرها. يقول السائل: مضى على حجي 5 سنوات وأنا لا أتذكر هل طفت طواف الوداع أم لا، هل علي شيء؟ لا يا أخي، ليس عليك شيء، ولا تتوطن ولا تتذكر لأمور مضت منذ 5 سنوات. يقول السائل: شخص يتبرع ب7 ذبائح ل7 أشخاص بشرط قراءة القرآن كاملا شهريا، فما حكم ذلك؟ لا يا أخي، هذا ما ينبغي ذلك، لأن هذا استئجار لقراءة القرآن، وقارئ القرآن لا يكون له ثواب إلا إذا احتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى، فإذا احتسب ذلك عند الله فله ثواب، وإذا لم يحتسب قراءة من أجل هذه الذبائح فليس له ثواب، فماذا تهدي؟ ما عندك شيئا تهديه إلى الفقراء، وإنما تعطيه من زكاة مالك، وتعطيه لأجل أن يقرأ القرآن لله ليس لك، ولا يقرأ لك، تعطيه ليقرأ القرآن وليتعبد بتلاوة القرآن. يقول: ما معنى يقتر على نفسه؟ يقتر على نفسه يعني يبخل على نفسه، كل واحد منا يبخل على نفسه، يرفق بالنفقة، يحب أن ينفق كذا، لكنه يقتر، ينفق قليل ويحفظ الكثير. يقول السائل: هل العمرة إلى العمرة تكفر الكبائر؟ لا يا أخي، لقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، فالكبائر أمرها عظيم وشأنها جسيم، والغلط فيها عظيم جدا، وعقوبتها سيئة، فلا يكفرها إلا التوبة منها. إذا تاب العبد من الذنب سواء كان كبيرا أو صغيرا فالله جل وعلا يتوب عليه، أما إذا لم يتب من الذنب فالله جل وعلا يحاسبه عليه إن شاء، وإن شاء غفره له. يقول: نريد شرح قول المؤلف لأن هذا من طباعكم وسجاياكم. سجاياكم طباعكم وأخلاقكم. يقول السائل: بعض طلاب العلم يأتون إلى مكة للدراسة ويبقون هنا ولا يعودون إلى قومهم لينذروهم لعلهم يحذرون. ينبغي لطالب العلم إذا تزود بالعلم واستطاع أن ينور من خلفه فيحسن به ذلك، ولا يجب، لا يتعين عليه ذلك. يقول السائل: ما هو الفرق بين التصوف والزهد؟ التصوف والزهد، الفرق بين التصوف والزهد. الزهد مشروع، والتصوف منه ما هو مشروع ومنه ما هو بخلاف ذلك. فإذا كان التصوف مثلا في تحريم الحلال فهذا لا يجوز إطلاقا، وإذا كان التصوف في التقليل من أكل المباحات فهذا حسن ومستحب. يقول السائل: ما حكم مس الذكر بعد غسل الجنابة أو أثناء ارتداء الملابس، هل هذا ينقض الوضوء؟ نعم، مس الذكر ينقض الوضوء بعد استكمال الوضوء، ينتقض، عليها أن يعيد وضوءه مرة أخرى.
يقول السائل: شخص اسمه عبد النبي، هل نناديه بعبد رب النبي؟ لا بأس تعديله، يجب تعديل عبد النبي، لا يجوز الاسم هذا، وإنما على المسلم أن يتلطف مع صاحبه ويقول أنت لست بعبد النبي وإنما أنت عبد رب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: دعاء القنوت لأهل حلب عندما نرفع اليدين أو اليد، هل نقلب اليد من ظهرها على باطنها؟ يحسن بنا الدعاء لهم والترحم عليهم والإعانة عليه لهم بمالنا وما نستطيعه، فإنهم في أزمة شديدة، نرجو الله أن يحلها ويفزع لهم سبحانه وتعالى. يقول السائل: هل تجب الزكاة في أموال لجمعية خيرية إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ لا يا أخي، لا تجب فيها الزكاة، لأنها هي كلها تصرف في الإعانة وللفقراء، ثم إنها ليست ملكا لأحد. يشترط في الزمان فيما تجب فيه الزكاة أن يكون مملوكاً لشخص معين، فأما الأموال العامة هذه كأموال بيت المال وأموال المسلمين عموماً إذا لم تكن ملكاً لأحد معين، وأموال الجمعيات الخيرية وغيرها، هذه لا زكاة فيها، لأنه يشترط في الزكاة الملك، وهذا ليس مملوكا لأحد بعينه. يقول السائل: ما حكم من يعتمر نيابة عن شخص ميت كأخ أو أب أو أم؟ نعم، هذا مستحب، يستحب له أن يعتمر عنه إذا تيسر له ذلك، لكن ما ينبغي أن يكرر العمرة في سفرة واحدة، يجيء إلى مكة فيعتمر عن نفسه ثم يعتمر عن أبيه ثم يعتمر عن أمه ثم يعتمر عن أخيه ثم يعتمر عن ابنه وهكذا، هذا مما لا ينبغي فعله ولا تكراره. يقول السائل: رجل كان يضع ماله في البريد. بريد ما البريد ما يوضع به أموال، البريد يوصل المكاتيب بس، في البنك يقصد يمكنه، فكان يأخذ فائدة متغيرة سنويا، ولما قيل له أنه ربا توقف، فماذا يفعل في المال الذي أخذه من قبل وقد صرفه منذ عام؟ المال الذي صرفه يتوب إلى الله من فعله، فالله جل وعلا يتوب على من تاب، وأما مستقبلا فيتوقف عن أخذ الربا بمال معين يأخذ رباه وهو باق في رأس ماله، هذا لا يجوز، وإنما عليه التوبة عما مضى، والله يستقبل الأعمال الصالحة من عبده بعد توبته فيقبله ويثيبه عليه. يسأل الأخ عن قيام الليل، نقول: قيام الليل سنة في حق الأمة، وهو واجب على الصحيح في حقه صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو نافلة في حقنا، فيجب علينا أن نحصي هذه النافلة ونهتم بها ونؤدي حقها الذي افترض علينا، وإن لم يكن فرضا فليست فريضة وإنما هي مستحبة،
يثيب الله العبد عليها ويؤجل له العطاء. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقيام الليل يعتبر منذ صلاة المغرب، منذ أذان المغرب كله يعتبر من قيام الليل إلى طلوع الفجر، سواء صلى قبل المغرب فيعتبر من قيام الليل أو بعد المغرب فيعتبر من قيام الليل إلى طلوع الفجر، كل هذا يعتبر قيام ليل. ثم لا يخلو إن كانت الصلاة فريضة فهذه واجبة حتما، ولا يجوز للمرء أن يتساهل بها، وإن كانت نافلة فهي مستحبة، فيستحب للمرء أن يكون له وتر من الليل، والوتر لا يكون إلا بعد صلاة العشاء، الوتر لا يكون إلا بعد صلاة العشاء. وأما الصلاة الليل وقيام الليل فيكون من بعد أذان المغرب إلى الفجر. وأما التهجد فلا يكون إلا بعد رقدة، بعد نومة بعد صلاة العشاء. ففهمنا من هذا أن قيام الليل يبدأ من صلاة المغرب، من أذان المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا قيام ليل. وأن الوتر لا يكون إلا بعد صلاة العشاء. وأن التهجد لا يكون إلا بعد رقدة ولو يسيرة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكل هذه قيام الليل والتهجد والوتر سنة مستحبة في حق الأمة، وهي من ما أوجب الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. ويستحب للمرء أن يواظب على الوتر، لأن الوتر حق كما قال عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن. الوتر حق، حق يعني مستحب مؤكد، يستحب للمرء أن يوتر، ومن لم يوتر فلا لوم عليه ولا يعاب، لكنه ترك الأفضل وترك الأحسن. فحري بنا أيها الإخوة أن نواظب على قيام الليل، ونواظب على الوتر بعد صلاة العشاء، والوتر حقه من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب حتى طلوع الفجر. فيجوز للمرء أن يصلي العشاء ويصلي المغرب قبلها، ويوتر والناس ما بعد صلوا صلاة المغرب، كان يكون مريضا أو مسافرا فيصلي المغرب بعد غروب الشمس، ثم يصلي العشاء، ثم يوتر، والناس ما بعد صلوا صلاة المغرب. يجوز هذا، وعلى المرء أن يحافظ على الوتر. إن كان مريضا يوتر بركعة واحدة خفيفة سهلة، وإن كان صحيحا فيوتر بحسب الاستطاعة، والأفضل له أن يواظب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر غالبا بإحدى عشرة ركعة، يصلي إحدى عشرة ركعة وحسب قراءته، إن أطال القراءة أطال الركوع والسجود، وإن خفف القراءة خفف الركوع والسجود. وهكذا ينبغي للعبد أن يحافظ على صلاة الوتر حسب استطاعته. فصلاة الوتر يجوز أن يؤديها المسلم في نصف ساعة،
أو ربع ساعة، ويجوز أن يستغرق بها الليل كله، ويجوز له أن يقرأ القرآن كله في ركعة، كما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قرأ القرآن في ركعة واحدة أوتر بها بعد صلاة العشاء. يقول المسور بن مخرمة: رأيت رجلا دخل الحجر مقنعا، فما رأيته يسجد إلا بسجدات التلاوة، فلما طلق أذان يطلع الفجر ركع وسجد وسلم، فخرج من الحجر فاتبعته فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه. فيستحب للمرء أن يوتر ويكثر من صلاة الوتر، فإن أوتر بإحدى عشرة فحسن، وإن أوتر بأقل من ذلك أو أكثر فلا بأس. له أن يوتر بركعة ويقرأ بها القرآن كله أو نصفه أو ربعه أو ما تيسر له، وله أن يوتر بثلاث ركعات، وله أن يوتر بخمس ركعات، وله أن يوتر بسبع ركعات، وله أن يوتر بتسع ركعات، وهذا أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في صلاة واحدة في سلام واحد تسع ركعات. فإن أوتر بإحدى عشرة ركعة سلم من كل ركعتين وأكمل من الصلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وله أن يكمل صلاته بخمس ركعات أو بثلاث ركعات أو بسبع ركعات وهكذا، فهو في باب الوتر موسع فيه. ولا يشدد المرء على نفسه، فله أن يوتر ليلة بخمس، وله أن يوتر بعض الليالي بسبع، وله أن يوتر بتسع ركعات، وله أن يوتر بأكثر من ذلك، فله أن يصلي الوتر أكثر من إحدى عشرة ركعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم واظب على صلاة الوتر بإحدى عشرة ركعة، فالأولى للمسلم أن يحافظ على ذلك، فإن زاد أو نقص سواء زاد زيادة كثيرة ولم يدر كم صلى، وإنما يصلي في كل وقت ركعتين، فإذا انتهى صلى ركعة واحدة فقد أوتر بإحدى أوتر بركعة. وله أن يوتر بركعة واحدة يبدأها من بعد صلاة العشاء إلى الفجر أو إلى قرب طلوع الفجر وهكذا. فالوتر فيها أمره بسعة وفيه يسر وسهولة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حدد لنا الوتر بركعة أو أكثر، وإنما يكون آخر صلاة الليل ركعة واحدة. يقول السائل: هل لو اعتمرت عن أبي وهو حي فلو مات هل يلزم أن أعتمر عنه عمرة الفريضة؟ نعم يا أخي، لكن الأولى أن يؤدي هو عمرة الفريضة، هو المخاطب بها وهو الواجب عليه، فإن تساهل أو لم يستطع فلك أن تؤدي عنه الفريضة إن شاء الله. يقول السائل: لدينا تاجر سيارات نعطيه سيارة تعادل قيمتها 100,000 وتمكث عنده فترة 4 أشهر، ثم يعطينا فائدة 70,000 على 100,000 بشرط أن تشترى السيارة من معرض أن تشتري السيارة من معرض معين. هذه الطريقة لا أعرفها، لكن إذا كانت هذه 70,000 أو الأقل أو الأكثر أجرة للأشهر التي تبقى عنده السيارة فلا بأس،
وأما إذا لم تكن أجرة وإنما فيها أمور لا ندري عنها فلا يجوز لنا أن نستسيغها ولا نتحللها، فعلينا أن نعرف الصواب. فإذا كانت هذه السيارة تبقى عند هذا الرجل ليؤجرها ثم يؤجرها بأجرة أكثر ثم في النهاية يعطينا 70,000 من أجرتها وتعود السيارة لنا فلا بأس بذلك لأن هذا أجرة، وأما إذا كان فيها شروط غير ذلك فإني لا أدري عنها. يقول السائل: قمنا في الثلث الأخير من الليل لكن لم نتهجد، فهل يكفينا الدعاء إلى الله لأن صلاة ثلث الليل الأخير ثقيلة علينا؟ عليك أن تصلي، تريد أن يكتب لك أجر الصلاة وأنت لم تصلي؟ يقول: كنت مداوما على صلاة الوتر إلا أنني اليوم استيقظت وصليت ركعتين وأذن للفجر وأنا في الوتر، هل يصح هذا الوتر؟ كملها ولا بأس عليك، كملها ما لم تقم الصلاة، لأن صلاة الوتر تجوز آخر الليل وكذا أول الفجر بدون مضايقة، لك أن تصليها حسب استطاعتك هذا. وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على الحق، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.